يعني المعصومين عليهم الصلاة والسلام ليش ما يرتكبون الذنب؟ ما يقدر ويقدر، لكن عقيدته بالله سبحانه وتعالى من القوة بحيث أنه لا يرتكب الذنب. إحنا الآن إحنا في بعض المسائل معصومين. واحد من عندنا يدور في ذهنه مرة أنه يروح على المزبلة ويأكل من المزبلة مثل البزازين؟ ليش؟ مو أنه لا يفعل ذلك، بل لا يفكر في ذلك أصلا. ليش؟ لأنه أنت قبح هذا العمل واضح عندك، قذارة هذا العمل واضح عندك. أنه واحد يروح بالزبالة يأكل من الأطعمة اللي مذبوبة بالزبالة وهي مثلا فاسدة، قبح هذا العمل منكشف عندك، فأنت ما راح تسويه أصلا. أو إذا قدامك شرطة دا يراقبون وتدري أنه إذا خالفت ذول الشرطة مو أهل رشوة ولا أهل كذا واسطات، فورا ذول الشرطة راحوا يعتقلوك، أكبر المجرمين هم مقابل ذول الشرطة مثل الأوادم، ما يرتكب مخالفة. ليش؟ لأنه يعتقد بأن الشرطة دا يشوفوه وأنه راحوا يعتقلوه. بس إذا مكان راح شاف ماكو شرطة راح يرتكب المخالفة. ليش في ذاك المكان ارتكب المخالفة؟ يقول شرطة ماكو، ما حد يشوفني، أو الشرطة واسطات أكو، أو فلوس أو رشوة أو كذا أو ما إلى ذلك. إذا أنا أعتقد بوجود الله سبحانه وتعالى وأن الله في كل لحظة هو المشرف علي، العالم بأفعالي، إذا الذنوب قبحها منكشفة عندي أن هذه الذنوب قبيحة جدا، مستحيل ارتكب هذا الذنب. المعصومون هكذا اعتقادهم بالله في غاية الدرجة، في أعلى درجة، وقبح الذنوب هم منكشف عندهم. إذا أنت جوعان جدا جائع، جابوا لك طعام، هذا الطعام منظر لطيف، الرائحة جدا شيقة، بس أنت تدري أن هذا الطعام مسموم. الآن إذا تأكل هذا الطعام وأنت جائع تلتذ بالأكل، إذا الطعام طيب وأنت جائع تلتذ بهذا الأكل، ليش ما تأكله؟ أنت جائع لو مو جائع؟ جائع. هذا الطعام لذيذ وشهي؟ نعم لذيذ وشهي، ليش ما تأكله؟ لأن تدري أن هذا الطعام مسموم. صحيح أنت الآن دا تلتذ به، بس بعد ساعة راح يقتلك أو راح يذبك بالمستشفى، لأنك تعلم بهذا الأمر لا تأكل وتبقى جائعا. الذنوب هكذا، الذنوب واحد يرتكبها بعض الأحيان، بعض الذنوب فيها لذة. الناس كثير منهم ليش يرتكب الذنوب؟ لأن فيه لذة، وهو لا يعلم بما في هذا الذنوب من بما في هذه الذنوب من العقوبات. الآية الشريفة تقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. هذا صحيح مستولي على أموال اليتيم وده يكيف ويسافر بهذه الأموال ويتونس بها، بس هذا ده يأكل نار، وسيصلون سعيرا. ليش هذا يأكل مال اليتيم؟ لأنه ما يدري، مثل هذا اللي ما يدري أن هذا الطعام مسموم يهجم على الطعام ويأكل لأنه ما يدري أنه مسموم، أما إذا درى أنه مسموم ما يأكله. هذا إذا اعتقد بالله واعتقد بأن الله شديد العقاب ما راح يأكل مال اليتيم، ما راح يرتكب ذنب، ما راح يرتكب مخالفة، بس عقيدته بالله ضعيفة، مفاهيم الدينية مغلوطة، يرجح اللذة الآنية على العذاب الكبير.